اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نبي ربك نجم الله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان وقوب يار رمضان قد القبى حسين، يقول الله تعالى: ربنا وكي نجا من ذا الذي يحبنا فنحبه، نين من مجالة فنكس جالا نين مزاجي ربنا، ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه، نين من مخطط فنضرطة فنكس برطان نين مزاجي، ومن ذا الذي يستغفرنا فنغفر له، نين من أرار من مجافة فأرار نين مزاجي. بحرمة رمضان حرمة باقي رمضاناتي. فيأمر الله تعالى لكرام الكاتبين، ربنا وكي كرام الكاتبين أن يأمر كرام الكاتبين أن يكون ملائكة الأمان شيخو مرداتي شيخو بذات الرجل شيخو بذات الرجل خان خير خطبو في شيخو بذات الرجل خسر في خطبو خنان كرام الكاتبين جاني ربنا كرام الكاتبين كرامي أمر في شهر رمضان باقي رمضان أغير ربنا أمر جي بأي يكتبو لهم أتناس صوت ثم خطبا جاجي ولا يكتب عليهم السيئات ان تورث من كتبنا جانب من صوت الرب. ويمحو الله تعالى ربنا ولتي الراحك عنو مثان الراحك ذنوبهم بليزاني الماضية تدبر الراحك جي ربنا عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام. روي ان صحف ابراهيم عليه الصلاة والسلام كتابنا نبي الله إبراهيم عليه نجا إبراهيم نزل في أجراته أنزلت ليلة الأول في شهر رمضان ليلة الأولى شهر رمضان ألكن كفوف ألكن رمضان كفوف فأجي كتابنا نبي الله إبراهيم وتورات كتابنا تورات أمم لبس ليالي من رمضان رمضان ألكن جاي كابوي تورات نبي موسى الرسول بعد 700 عام من صلب إبراهيم إذا ستعمني إبراهيم أما تلبس ربطا إبودا والزبور ستعمني زبور أمو لإثنتي عشرة ليلة منه خلت من بعد التوراة في 500 عام توراة بوتا أما تلبس شنطاف بديكي ألكن كل ألمي شاف بديكي ألكن كل ألمي شاف رمضانا والإنجيل ستعمني إنجيل أمو فنبي إسان ربي لثمان عشرة منهم ألقان قد تجيتي ساب في رمضان من بعد الزبور زبور قد في 1200 سنة أما تقوم تبقى في دفل متاع وفرقان قرآن نتا إن يمو فرقان نبوه نبي محمد بك عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك وسلم الله وسلم عليه وعلى آله ل27 منهم ألقان في جمع قرطي ساب في نبي محمد بك قرآن نتا بعد الإنجيل ب320 سنة الإنجيل بوتا متى لبجا في دي جمتاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله ابن عباس رضي الله عنه الراجع لتوقنجا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جنت جيجا يقول إذا جنت جي رسول ربي لو تعلم أمتي ما في رمضان وار رمضان كيس جروه توبيخ أمم النقية لتمنوا أن تكون سنة كل رمضان إلا أمنكم قوتون ودو رمضان ومتي ديني أولي ودو بيخ نزل ودو رمضان كيس ربي نساني توبيخ نزل أمنكم قوتون رمضان توفي أولي جزيز الله لأن الحسنة فيه مجتمعة خير نتخيز ولكبا والطاعة مقبولة طاعة ربي عبادة ربي تقوض خيزة بلن سورة والدعوات مستجابة دعاء مستجابة والذنوب مغفورة جلين موت وكرا توبة تذي فرار من رمضان خيزة والجنة مستاقة لهم جنة من سساني قوم تيجي جيوم متغنى ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.